أنا الآن في بداية الطواف لاستكمال مناسك العمرة عن المرحوم شحدة حسن الأسد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بسم الله الله أكبر. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وذرية خيرا من ذريته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. اللهم آنسه في وحدته. اللهم آنسه في وحشته. اللهم آنسه في غربته. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح له في قبره مد بصره وافرج قبره من فراش الجنة يا رب العالمين. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.